أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. والأفتح سوق الأسهم السعودية في رابع جلسات هذا الأسبوع، نلقي نظرة بالنسبة على المؤشر اليوم على مكاسب إيجابية بثمان نقاط في بداية الجلسة، 8400 وما يقارب 7 نقاط. كما ذكرت في بداية حديث اليوم، السوق وصل أيضا كذلك إلى أعلى من هذه المستويات خلال تداولات هذا الأسبوع، إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه حقق أعلى نقطة عند مستوى 8400 وما يقارب 16 نقطة. الآن السوق استعيد بعد الخسائر الطفيفة والاستقرار اللي شهدناه على السوق في جلسة أمس، قيمة التداول عن 19 مليون ريال، وأيضا كذلك نسبة حجام التداول ما تزال ضعيفة، ولكن أيضا كذلك سنطالعكم بما يتم اليوم بالنسبة في حجام وقيم التداول.